بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة وزير التعليم اليوم الجمعة بعد تصريحاته قائلا انتظروا حاجات جديدة لنج. ماذا قال وزير التربية والتعليم قبل بدء الدراسة بأسبوع؟ المفروض ان الطالب ما يعرفش شكل أسئلة الامتحان ويحفظها، ده من أقواله اليوم. والخبر برضو اللي قاله أو معلومة قالها، سنعلم الطلاب كيفية الصيد ولم نعطيهم سمكة جاهزة. طبعا دي تصريحاته وكلامه اليوم. أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتصريحات جديدة قبل أسبوع واحد من بدء العام الدراسي المقرر انطلاقه يوم السبت 17 أكتوبر 2020، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تعلن قبل بدء العام الدراسي الجديد بيوم أو يومين على الأكثر عن حاجات جديدة لنج. بوابة إلكترونية جديدة تجمع المنصات التعليمية في مكان واحد. وأعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستكشف عن بوابة إلكترونية تضم بداخلها جميع منصات ومصادر التعلم الجديدة في مكان واحد، منعا لحيرة الطلاب. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من أبرز مصادر التعلم الجديدة التي ستكون متاحة لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد القنوات التعليمية: منصة أودمودو، المكتبة الرقمية، منصة الدروس الإلكترونية اسأل المعلم، منصة البث المباشر، الكتب الإلكترونية. وقال وزير التربية والتعليم: نحن مقدرون لقلق أولياء الأمور من فكرة التغيير، ولكننا في الوقت نفسه نراهن على الطلاب وقدرتهم على التكيف مع تطور التعليم في مصر. وزير التعليم: سنعلم الطلاب كيفية الصيد ولن نعطيهم سمكة جاهزة. وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: هدفنا من كل جهود التطوير القائمة الآن هو إنقاذ الطلاب المصريين من عيوب النظام التعليمي القديم الذي كان يؤدي إلى الدرجات غير المرتبطة بالتعلم الحقيقي. واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: نحاول أن نعلم الطلاب مهارة الصيد بدلا من أن نقدم لهم السمكة جاهزة. وأكد وزير التربية والتعليم أن النجاح ليس فيها ما يسمى بتقفيل الدرجة أو تقفيل الامتحان وجمع الدرجات، والتعلم ليس أن يكون الطالب عالما بشكل امتحان وحافظا لطبيعة الأسئلة. وأضاف وزير التربية والتعليم: أسئلة الامتحانات لن تأتي من كتاب المدرسة بعد اليوم. وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن لب التغيير في النظام التعليمي في العام الدراسي الجديد هو ألا تأتي أسئلة الامتحان نصا من الكتاب المدرسي، ولكن ما سيحدث هو أن يدرس الطالب محتوى علمي معين ثم يأتي الامتحان ليقيس مدى فهم نواتج التعلم، ولن يكون الهدف قياس قدرة الطالب على ترديد إجابات نموذجية محفوظة وغير مفهومة. وقال وزير التربية والتعليم: نطالب أولياء الأمور والطلاب بالتوقف عن الانشغال بثلاث كلمات هي الأسئلة والامتحان والدرجات خلال رحلة تطوير التعليم، فالمحتوى وفهم المحتوى هو الهدف الأسمى في عملية التطوير. وقال الوزير: احنا المفروض جايين نتعلم مش جايين ناخد امتحان، والمفروض ان الطالب ما يعرفش شكل أسئلة الامتحان ويحفظها. وبالنسبة لطبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفيما يخص الثانوية العامة 2021، قال وزير التربية والتعليم: سامحين لطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد لأول مرة بفكرة التحسين في الدرجات، حيث سيمتحن طلاب الثانوية العامة امتحانين وليس امتحانا واحدا مصيري مثل ما كان يحدث من قبل. وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة الامتحان ستضم أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة صواب وخطأ وأسئلة يتم حلها في ورقة خارجية. وقال وزير التربية والتعليم: نحاول منذ 3 سنوات أن نقنع أولياء الأمور بتفادي الحديث عن الدرجات والتركيز على فكرة التعلم فقط، ولو بنحب أولادنا ولازم نعلمهم صح
مشيرا إلى أن النظام القديم والبوكلت مش بيطلع ولاد متعلمين. ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور المنشغلين بفكرة التقييم وشكل الأسئلة قائلا: سيبوا لنا احنا تصحيح الأسئلة وتقييم الطلاب، لأن ده علم كبير يخصنا، وركزوا انتوا بس في سؤال نذاكر ازاي. وبالنسبة لشكل مختلف للقنوات التعليمية في العام الدراسي الجديد، وعن القنوات التعليمية فقد أعلن وزير التربية والتعليم أنها ستكون مختلفة ومتطورة جدا خلال العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنها ستقدم دروسا تخدم طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي عن طريق الاستعانة بأفضل الأساتذة. وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القنوات التعليمية ستغني الطلاب عن كل ما سواها من أساليب تعليم تقليدية ظلوا معتمدين عليها طوال السنوات الماضية. وقال وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب الأساتذة المشاركين في المنصات الإلكترونية على الشرح بالطرق الجديدة لتدريب الطلاب على المذاكرة بالطريقة التي تؤهله لأسلوب الامتحان الجديد الذي سيجده آخر العام. وزير التعليم يوجه تحذيرا خطيرا من معلمي الدروس الخصوصية، وحذر وزير التربية والتعليم الفنية من أن معلمي الدروس الخصوصية يدرسون للطلاب بنظام تعليمي غير معتمد من الوزارة، ولن يؤدي إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحان الجديد المقرر تطبيقه في العام الدراسي الجديد. وقال وزير التربية والتعليم: يا أولياء الأمور اعتمدوا في تعليم أبنائكم على ما نقدمه لكم من مصادر تعليمية بشكل رسمي، لأن احنا هنعمل الامتحان واحنا اللي عارفين هنحضر الطلاب ازاي للامتحان الجديد ده. ومعانا برضو أمر إن شاء الله قرار رسمي بتغيير دور المدرسين في المدارس في العام الدراسي الجديد. وعن دور المدرس في المدارس في العام الدراسي الجديد، أفاد وزير التربية والتعليم بأنه قد تقرر إعادة صياغة دور المدرس في العام الدراسي الجديد، حيث لن يكون المدرس مجرد ملقن، ولكنه سيرد على الأسئلة ويكون مسؤولا عن إعداد الطلاب وتشجيعهم وتوجيههم بطريقة المذاكرة الصحيحة. فالمعلم سيكون في العام الدراسي الجديد ميسرا ومدربا وليس ملقنا، خصوصا في السنوات الأولى من المراحل الابتدائية، أي أن المعلم لن يصبح المصدر الوحيد للمادة التعليمية، ولكنه سيكون مدربا للطالب على هذه المادة. وقال وزير التربية والتعليم: عايز أقول للأمهات اطمئنوا على أولادكم في إيد أمينة، وأنا سامعكم وراصد قلقكم، بس إحنا معتمدين عليكم تساعدونا نعلم ولادنا صح، وبنطمنكم هيدخلوا الجامعة بتعليم حقيقي من غير تركيز لا على أرقام ولا امتحانات وهمية. وبالنسبة للخطة الأمنية أو الخطة الأمنية، كيف سيتم تأمين المدارس ضد السرقة والحوادث والأمراض في العام الدراسي الجديد؟ أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات أمنية رسمية لجميع مدير المدارس والمديريات بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقد شددت هذه التعليمات على ضرورة قيام مدير المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل المبتجي. كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي توزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت، على أن تتضمن ما يلي: تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، التأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية، والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها، ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل، إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى الفناء المدرسة لقضاء الفسحة، والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.
تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية، وذلك لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية. عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية والموتوسيكلات إلى أفنية المدارس. التنبيه مشددا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة العثور على أي جسم غريب أو الاشتباه، عدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه، والتأكد من فاعليته ومن عدم حرصه على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت التعليمية. وبالنسبة لشكل مختلف للقنوات التعليمية في العام الدراسي الجديد، وعن القنوات التعليمية فقد أعلن وزير التربية والتعليم أنها ستكون مختلفة ومتطورة جدا خلال العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنها ستقدم دروسا تخدم طلاب الصفوف من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.